ايوه صباح الخير عليكم. كي صبحتوا لاباس عليكم؟ صحيحه بخير؟ كلشي سانك سانك؟ انت اختي لابسه انا جلابه وجيت بوكوصه. الله يستر. الله يلا الله يستر. المهم ما ميله التليفون حيت الا درتو هكا غيطيح ليا. المهم ماشي مشكل، وجهي هو بعيد. ملي كنت في مراكش عيطات لي مولاتي إلهام، الو لاباس كي دايره بخير؟ فين هي ماما؟ قلت لها هي في الدار. قالت لي راني تشهيت رفيسه، واخا هي ما كتشهز زعما جا هاد الوحم ما كتشهش. قالت لي راني تشهيت اختي رفيسه، ما شميت ريحه الحلبه وهذا. قولي ماما تصاوبها ليا. هي ميتة تحبس ملي ما فيها ما يوجدش شي حاجه كدير راسها تشهز، حيت هي ما كتشهش، ما كتجيهاش الحماله داك الوحام وداك الشيء ما كيجيهاش. حنا كاملين لا انت شويه فين شويه مسكينه جنة فيها توحيمه في رجليها قدها قداش ما شنو توحمت ما عقلتش. حنا كيجينا كنبغيو كسكسو، حتى انا في بناتي بثلاثه كنت كنحماق على كسكسو، كنتسطع على كسكسو، وتا الى مختي كسكسو. دابا كل جمعه كتمشي ندير لها لاميستو كتغدى كسكسو، كتحماق على كسكسو. والله حتى نديرها ليها مفاجاه، قلت لها اجي تغدي معايا نهار الحد غتوحشت الدراري. قالت لي صافي واخا. قلت لها ما قلتلهاش شنو غادي ندير، والله ما قلتلها. قلت دابا غادي نمشي عندي المرا في الدار صوبات لينا واحد تريد هو داك. صراحه والله تا كنت باغا نصورو ليكم، ولكن ما قلتهاش ليها، وهي البارح وجداته رقيق عرفتي هكا مورق وقطعاته بحال هكا. غادي نمشي دابا نجيب لها الثومه الحمراء والحلبه، ما غنديروش فيه الشوب ولا راس الحانوت حيت الحمراء ما كيخصهاش هذاك الشيء. والحلبه الحلبه اخويا اليوم فاسيه لا ريحه سيمانه ما عنديش كي هو محمد من البيت اش كنا كل الحلبه غير دبر راسك هذيك دوا البرد دوا البرد ماما مسكينه دوا البرد الثومه والزيت البلديه والبصله الحمراء دوا البرد. ايوا المهم انا غدا دابا عند ديني عند العطار هو الاول نلقى باقي خاوي، ناخذ من عندو الحلبه والثومه وناخذ اون فاس ليه البصله الحمراء ونرجع ليهم باش ينسبوا. صافي اليوم الحد والله الا صباحا مفرشخه. قال لي احمد ضروري شي تمشي تخدمي ضروري نخدموا لك الحد. كاينه الخدمه ومع الدخول المدرسي كتكون تبارك الله الخدمه. ها انتم البنات الثومه الحمراء كنبغي انا هذه الكبيره زوينه. هانتوما شوفو تبارك الله قداش التومة. شوفي نقول ليه يدير يعطيني ميكا. شوفي خصني تكون حمراء، كتعجبني انا تكون حمراء تكون حمراء. خديت تا شوية ديال الحلبة عندو زوينة الحلبة، خديت شوية القرقاع، عطيني واحد ربعة صافي بيطات زوينين ديال النعناع أربعة. بنت لي حتى فشي حريره البنات، ما خديت سميتها ثومه، خديت مطيشه زوينه قلت ندير شويه الحريره وما نعرف النعناع غزال الريحه ديالو مشنشنه. جيت هنا ناخذ دجاج، نورمالمون كنت باغا ندير البلدي ما لقيتش عنده البلدي، قلت ليه ماشي مشكل ناخذ غير رومي. واخا هي رفيسه كتجي زوينه بالبلدي، ولكن معليش معليش مرة أخرى. ناخد هادي وبيض السمان هادي غير باش نزوقو بيها. المهم البنات خديت كلشي داكشي، المهم كيما شفتو البيض السمان نعيني غزال، خديت داكشي كامل اللي غادي يدار به رفيسة المدروسة. أنا ديه للدار. المهم كنهضر أنا وحمد، الصراحة مسخياش بجنات وباقا صغيرة، قلت ليه زعما ما باقا صغيرة الصراحة ويه، ولكن قال لي أحمد هي الشهر الجاي غدير ان شاء الله عامين. اي الوقت كيطير. قولوا غير البارح بارطاجيت معكم الاسبوع ديالها سبحان الله. ايوا راه ان شاء الله شهر 10 غتكمل عامين باذن الله يا ربي. قال لي احمد عاود ما جالسه في الدار، ما عندها ما تكمل في الدار ما والو والله العظيم ما
كتعلم حتى شي حاجه، خصوصا كتقنط، وخصوصا دابا البنات الكبار راه غيمشيو للمدارس شافت مسكينه بوحدها، ملي كيمشيو حتى هما راه حتى هما كيفوجوا كيغنيو مع الوليدات، كيتعلموا اناشيد، يتعلموا حروف، يولفوا داك الروتين ديال ليكول، يولفوا. انا كنقول حتى انا احسن من الدار، واخا راه متناقضه في هاد القضيه بقات فيا، كنقول بقات فيا هي ما تمالك عامين وشي حاجه دخلت. سلمى خلاص، سلمى مسكينه صغيره كانت 8 شهور ولا 16 شهور كانت في لاكريش باش كنت كنخدم. ايوا معليش، المهم باقا متردده. غدا ان شاء الله الدخول للمدرسه نخليها حتى يدخلوا الوليدات، حيت في الاول كيكون البكا، كيكونوا الوليدات كاملين كيبكيو، نخلي حتى يدخلوا الوليدات وعاد نديها انا ان شاء الله. ياك ان شاء الله. ها نتوما البنات، اختي توريا الله يعطيك الصحه، الريحه بعدا الريحه ما نقولش لكم. ها نتوما بس ما سمعوا منى تعليم شهية رفيسة قالت لكم انا صحت لالا الهام نهار كبير هذا نديرها لك ان شاء الله في الاسبوع ديالك. يلا هانتوما شي صلاة والسلام اختي توريا. قصه عاودي لهم ديال رفيسه. عرفتوا البنات انا ما عليا ما بيا داخله في ديال العماره الدروج، جاتني في نيفي ريحه الرفيسه سبحان الله، وماشي رفيسه اللي كانت كطيب، ما دارت حتى شي حد رفيسه في العماره، ولكن داكشي اللي كان كيتقلاو هذا سبحان الله. صاعي فاطمه كتبكي قالت لي شميت ريحه الرفيسه في العماره وما كليتهاش وانا في مراكش اللي صايمها هادي مسكينه في مراكش قالت لي اش غندير لك؟ قلت لها انا في مراكش شهاتها ما قلتها لها حتى النهار الثاني، عندك ما بغيتش نقولها لها مسكينه عيانه شويه ساعه، قالت لي نديرها لبنتي دابا نجي نديرها لك. ايوا صافي المهم راكم عارفين من لهنا لهنا. ها انت يلاه كولي دابا، يلاه كولي دابا تيخرج لك من ودني. على احمد كياكلها؟ لا ويلا رضواني بغيت صح انا ما كياكلهاش ليا، ما ياكلهاش لك واخا شنو يكون. ما كتعجبوش حتى ريحتها، انا اختي كناكلها، انا العشق ديالي هي نفيسة. سمحوا لينا اللي غنشهيوكم حقكم في الجنه، وتريد على حقه وطريقه، تريد غزال رقيق سمنه ثانيهم الصباح نهار جنيت قطيطه زوينه. هانتوما البنات هيا تجي الى عندها. هانتوما كسيوة كادو، كانت جات الملك الجنه كادو. هانتوما كتحمق في البلون والغوز، ودابا غايقولوا غا انذهبت مازال ما عرفناش. شوفوا انا كنسفل عليها دائما، كنسفل عليها البنيتات، ولكن خف ما اختارها والله، دعيو معاها البنات يكون عندها شي بنيته ان شاء الله يا ربي. والخير فيما اختارها الله، واخا انا كنقول ليها كنقول لها ايه تفجرت اش قلت لكم؟ قلت لكم غيكون عندي ولد، حيت البنات نفس الحب ماشي الام كتحس، الام كتحس دائما كتحب. حتى انا كنت عارفه عندي بنيته، واخا جاني الوحم ديال جنه جاني مختلف على سلمى ومالك مختلف، كنت كنقول لها واقيلا ولد، ولكن سبحان الله بنيته جنه كانت سهله شويه فعلا الوحم ديالها درويشه، وحتى دابا حاليا درويشه عندي جنه الله يحفظهم. وهي اسماء سمحي لي شوفي الخير فيما اختارها الله، اسماء تبارك الله الوحم ديالها خفه ونشاط كنعقل عليه. عرفتو كتقدم ومتي عاوتاني الوحم ديالها الوحم ديالها البنات كندوخ كنكون دايخه ونعاس وبابا راه حط راسي تحت الجو
هي ضايخة بلا وهم. شوفوا حنا دابا غير كنضحكوا دائما كنعطيها الفن كنقول لها قصت عليك وعطيتي واحد الموطو ولد جامد لا عطيتك بعدا ديال ماء ديال سلمى عطيتها ديال سلمى واحد الكابيش كنعقل جديد حتى هو في الحميمه والغوز دات في راسها عطيتك الجنه شنو عطيتك عطيتي ما عطيتي عطيتي جداد 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 دابا كنقول لها ديال الجنه هادشي اللي كاين غير الفكاكه على خير والذريه الصالحه هادشي اللي كاين.